السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غيكون حول الدرس ديال الدول الأسية. شفنا الدرس ديال الدول النبيرية اللي هي الآلين، اليوم غادي نشوفو الدالة العكسية ديال الدالة ديال الآلين. دونك الدول الأسية، دونك عرفنا من قبل الدالة النبيرية اللي هي الالين دو اكس. دونك هاد الدالة الين معرفة على مجال زيرو بلس لانفيني. كيف ما عرفنا بان هاد الدالة الين الشكل ديالها التقريبي اللي هو على هاد الشكل هذا. ليميت في الزيرو كتعطيك موال لانفيني، ليميت بلس لانفيني بلس لانفيني هنا كاين واحد المماس، المعادلة ديال هاد المماس هذا اللي هي إيكغيك كيساوي إكس موان زان. مفهوم؟ دونك كيف ما كنشوفو بأن الدالة إف، هاد إف هادي كنعتبرها اللي هي إلين دو إكس، أنها دالة تزايدية قطعا ومتصلة على المجال زيرو بليس لانفيني، ياك؟ دونك بما أن إف تزايدية قطعا المجال بطبيعة الحال هو زيرو بليس لانفيني، تزايدية قطعا ومتصلة حيت النهاية ديجا حيتاش نورمالمون راه متصلة، يعني ما كاين حتى شي ما كاين حتى شي اشكال، متصلة في المجال كامل، يعني اي نقطة في هذا المجال هذه اف متصلة في ديك النقطة بالضبط، متصلة في المجال نيت نفسه. دونك اف تقابل، ومهما انه تقابل يعني يقبل يقبل دالة عكسية. مفهوم؟ دونك هاد التقابل هذا من 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 هاد المجال اللي هو زيرو بلس لانفيني فيغ اف دو زيرو، اف دو زيرو بلس لانفيني. مفهوم؟ دونك اف دو زيرو بلس لانفيني اش كيساوي ليا؟ عندي اف تزايدية قطعا، يعني لي بورن غيبقاو هما هما، يعني غيبقى ليا خارج هذا اف دو زيرو ليميت في الزيرو اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا موان لانفيني، و ليميت بلوس انفيني صافي بلوس انفيني، دونك لي كيساوي ليها اكزاكتومون اغ. مفهوم؟ يعني تقابل من المجال زيرو بلوس انفيني نحو اغ. مفهوم؟ باش نجبدو هاد الدالة العكسية هادي ديال الين، كيلكو سوا اكس ينتمي الى زيرو بلوس انفيني، اف يوجد واحد إيكغيك كي يونيك ينتمي إلى آخ، بحيث حيتاش تقابل يونيك. مفهوم؟ بحيث إف دو إكس يساوي إيكغيك، هادشي لي يكافي أن إف دو إكس كتساوي ليا إلين دو إكس لي كتساوي ليا إيكغيك. مفهوم؟ دونك باش نجبد إيكغيك، باش نجبد إكس اش كيساوي ليا بالضبط بدالة إيكغيك. مفهوم؟ دخل اف موان زا على الطرفين بجوج، دونك إذا دخلت اف موان زا على هاد الطرف هذا، دونك دخلت اف موان زا دو اف دو اكس يساوي ليا اف موان زا دو إيكغيك، ياك؟ اف موان زا اف فوا غون اف عطاني هي اكس، دونك اكس كتساوي ليا اف موان زا دو إيكغيك. مفهوم؟ وهاد اف موان زا هذا كنعبرو عليها بليكسبونونسيال، يعني اكس اش غتساوي ليا اكسبونونسيال ايكغيك، او اللي كنرمزو ليها بهذا الرمز هذا اكسبونونسيال ايكغيك. مفهوم؟ دونك هاد ليكسبونونسيال ايكغيك ينتمي الى اغ، هاد اكسبونونسيال معرف على المجال اغ. مفهوم؟ يعني مجموعة تعريف الدالة، مجموعة تعريف الدالة الأسية نيبيريا اللي هي ليكسبونونسيال، مجموعة التعريف ديالها اللي هي اغ. مفهوم؟ دونك كيلكو سوا اكس ينتمي الى اغ، اكسبونونسيال دو اكس اكبر قطعا من الزيرو. هاد اكبر قطعا من الزيرو منين جاتنا؟ كيف ما كنعرفو بان ليكسبونونسيال دالة عكسية ديال الدالة الالين. مفهوم؟ وكيف ما شفنا هنا
ان اعلن على هذا الشكل هذا، والدالة العكسية كيف ما كنعرفوا هي المماثلة. هل دابا قلنا جي دالة عكسية او اف موان زان دالة عكسية للدالة اف، ياك؟ يعني اف موان زان هي المماثلة ديال اف بدلالة المستقيم المعادلة الذي معادلته إيكغيك كتساوي إكس، مفهوم؟ ودونك والمستقيم للمعادلة ديالو كتساوي إكس، منين كيمر؟ كيمر من هاد لهاد الشكل هذا اللي هو هذا، مفهوم؟ يعني كيدوز هو أن 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 دو دو كتجي هنايا كتلقاو في نسبتو، المهم موان زا موان زا موان دو موان دو. دونك هذا هو المستقيم المعادلة ديالو إيكغيك كتساوي ليا إكس، فهم؟ دونك المماثل ديالو بالضبط بالنسبه لهذا المستقيم هذا، كيف ما شفنا بان الليميت في الزيرو ديال الالين كتعطينا موان لانفيني، يعني الليميت في موان لانفيني ديال الالين غيعطينا زيرو، فهم؟ يعني غيكون جاي من هاد الشكل هذا، فهم؟ والليميت في بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني، كيف ما شفنا في الصوره ديال المجالات، الليميت في الزيرو كتعطينا موان لانفيني، يعني دونك يجي من هاد الجهة هادي، يعني في حالة عندما يؤول إكس إلى زيرو إلى موان لانفيني إف دو إكس ولا إف موان زان دو إكس تؤول إلى زيرو، وعندما يؤول إكس إلى بلوس لانفيني إف موان زان تؤول إلى بلوس لانفيني. مفهوم؟ دونك ليكسبونونسيال على هاد الشكل والإلين على هاد الشكل هذا، مفهوم؟ دونك ليكسبونسيال دالة تزايدية حتى هي قطعا في المجال اخ، يعني اخ تزايدية قطعا واكبر من صفر حيتاش هي فوق المحور ديال الافاصيل، مفهوم؟ يعني في لابارتي بوزيتيف، حيتاش ديما كنشوفو الصورة ديال لي زيكس، الصورة اللي هي اف اف دو اكس فوق محور الافاصيل، يعني ستريكتومون بوزيتيف، مفهوم؟ هادو هما الخاصيات ديال الالين وديال الاكسبونونسيال، انهم كيكونوا تزايدين قطعا وكيكونوا موجبين، او بالاحرى الاكسبونونسيال هي اللي موجبه، ولكن الالين موجبه غير في المجال 1 بلس انفيني، مفهوم؟ ولكن في 0 1 داله سالبه، مفهوم؟ كيف ما كنعرفوا بان هنا كاين واحد المماس في الالين، المعادله ديالو لي اكغي كيساوي ليا اكس موان زا، هنا حتى هو كاين واحد المماس، مماس للمعادلة ديالو اللي هي إكس زائد واحد، مفهوم؟ يمكننا تاهي نديمونطريوها، اللي يمكن لينا نقولو بأن ليكسبونسيال إكس أكبر من إكس بلس أن، أكبر أو يساوي، مفهوم؟ دونك كيفما قلنا بأن كاين واحد المماس هنا، ولكن ما كاينش هنا، كاين في النقطة واحد بالضبط، او بالاحرى في النقيطه ديال واحد، وكيف ما غادي نشوفوا بان ليكسبونسيال زيرو كيساوي ليا واحد، حيتاش هادو من الخصائص ديال هاد ليكسبونسيال، اكسبونسيال زيرو كيساوي ليا واحد، دونك في النقطه ذات حداثيه زيرو واحد اللي هي هادي تقبل مماس ذو المعادله اي كتساوي اكس بلس ان، مفهومه الشباب؟ دونك عندنا اكسبونسيال اكس اكبر او يساوي اكس بلس 1، يعني كيعني لي بان السد اف ديال هاد الفونكسيون ديال اكسبونسيال انه اكبر من هاد المماس اللي كيمثل ليا اكزاكتومون هنايا، مفهوم؟ اللي كيمثل ليا اكزاكتومون هادي، يعني اكبر من هاد المماس هذا، وهاد المماس هذا ولا او هاد العلاقه هادي كتنفعنا بزاف في الديمونستراسيون ديال في لي زيكزيرسيس، مفهوم الشباب؟ نشوفوا دابا بعض الخصائص ديال هاد الاكسبونسيال، دونك الا خدينا كيلكو سوا اكس إيكغيك ينتميان إلى آر، ليكسبونونسيال ديال إكس بلس إيكغيك أش كيساوي ليا؟ هو ليكسبونونسيال ديال إكس فوا ليكسبونونسيال ديال إيكغيك، مفهوم الشباب؟ إلا كانت ناقص، إلا كانت ليكسبونونسيال ديال إكس ناقص إيكغيك أش كيساوي ليا؟ هو ليكسبونونسيال ديال إكس سور ليكسبونونسيال ديال إيكغيك، مفهوم؟ اللي كتساوي اكزاكتومون ليكسبونسيال ديال اكس فوا ليكسبونسيال ديال موان ايكغيك، وهاد الموان ايكغيك اللي هي كتساوي ليا هي ان سور اكسبونسيال ايكغيك، يعني اكسبونسيال اكس فوا ان سور اكسبونسيال ديال ايكغيك، مفهوم الشباب؟ دونك نكتبوها هنا بوحدها لهاد القضية هادي، يعني اكسبونسيال موان اكس كتساوي ليا اللي هي ان سور ليكسبونسيال
يلاش يال اكس، مفهوم الشباب؟ دونك هذه كونديسيون كيكونوا مهمين بزاف في العلاقات. ونشوف واحدة أخرى، يعني إذا جاب الله كانت عندي، نفترض أنا كانت إكس بونسيت إكس لو تو على بيسونس إن، كتساوي ليا إكزاكتومون اللي نضرب هذه في هذه، يعني إكسبونسيال إن إكس، مفهوم الشباب؟ دونك هذا الشيء اللي عندنا تقريبا في العلاقات ديال الإكسبونسيال، يعني هو صراحة اللي باين، يعني ماشي ما كيحتاج شي حاجة اللي كتيرة، فهم؟ دونك في حالة إذا جاب الله خدامين نيت أن إكس، أنا مهما يكون إكس واي كراي ينتميان إلى آخ، خدينا نفترض ان كانت عندي اكسبونسيال اكس كتساوي لي اكسبونسيال ديال ايكغيك، هادشي يكافي ان اكس يساوي ايكغيك، فهم؟ و الا كانت الاكسبونسيال ديال اكس اكبر من اكسبونسيال ديال ايكغيك، اكسبونسيال اكس اكبر من اكسبونسيال ايكغيك، يكافي ان اكس اكبر قطعا من ايكغيك، مفهوم الشباب؟ دونك هادي كونديسيون كنكونو خدامين عليهم بزاف في هاد الدالة ديال ليكسبونونسيال، فهم؟ ندوزو دابا للنهايات. دونك انطلاقا من الشكل، عرفنا بأن الليميت في موال انفيني كتعطيني زيرو، والليميت في بليس انفيني كتعطيني بليس انفيني، فهم؟ والليميت في واحد أو الليميت في الزيرو كتعطيني واحد، فهم؟ يعني كيقطع ليا هاد محور الأراتيب في النقطة واحد، فهم الشباب؟ يعني دونك يمكننا نكتبوهم، يعني النهايات الليميت في بليس انفيني ديال ليكسبونونسيال ديال اكس كيساوي ليا بلوس لانفيني، ليميت في موان لانفيني ديال ليكسبونونسيال اكس كيساوي ليا زيرو، مفهوم؟ هاد النهايات مهمين وغادي نشوفو الديفلوبمون ديالهم، يعني داكشي ديالهم. و ليكسبونونسيال دو ان او بيان دو زيرو ايت ايكال ا ان، مفهوم؟ او بالاحرى نقدرو نكتبوها على هاد الشكل ديالنا، ليميت عندما يؤول اكس الى زيرو ديال ليكسبونسيال اكس كيساوي ليا واحد. نمشيو نشوفو دابا النهايات اللي اهم من هادشي، يعني النهايات اللي ضروري انهم تكون حافظهم حيتاش كيتستعملوا بزاف. دونك نشوفو ديك هاد اللي نشوف هاد الليميت هادي، يمكن تكون عندي ليميت في لانفيني بلوس لانفيني ديال اش ديال ليكسبونسيال اكس سور اكس على بويسونس ان، ولا غير سور اكس كتساوي ليا بلوس لانفيني، تكون عندي بحال ليميت بلوس لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس سور اكس على بويسونس ان اللي كتساوي ليها اكزاكتومون بلوس لانفيني، مفهوم؟ مهما يكون ان ينتمي الى ان، بطبيعة الحال اطوال، مفهوم الشباب؟ او بالاحرى ماشي مشكل تف كيساوي ليها زيرو، معليش يعني تا ليميت في ليكسبونسيال اكس بلوس لانفيني كتعطيني بلوس لانفيني، مفهوم؟ ليميت في موان لانفيني ديال اكس اكسبونونسيال اكس كتعطيني زيرو، او بالاحرى ليميت في موان لانفيني ديال اكس على بويسونس ان اكسبونونسيال اكس كتعطيني اكزاكتومون زيرو، مفهوم الشباب؟ هاد لي ليميت الشباب راهم مهمين مهمين بزاف، يعني خصك تحاول تحفظهم لا في الانان لا دو ليكسبونونسيال، حيتاش هما اللي كنستعملو باش نتوصلو للنهاية ديال الدول اللي كيكونوا معقدين شي شويه، كيكونوا صعاب او كيعطوك الشكل اشكال غير محدده، فهمت الشباب؟ دونك ليميت اخر ليميت اللي هي ليميت في الزيرو ديال اكسبونسيال اكس موان زان سور اكس كتساوي ليا واحد. دونك بيني وبينكم باش تسهلوا عليكم الحفاظه، الليميتات المهمين هما هادو، يعني في ليميت في بلس لانفيني وموان لانفيني وفلو 1 فلو او بيان فلو 0، مفهوم؟ هاد النهايات هما اللي مهمين، هادو اللي من بعد ديما ليكسبونونسيال هو اللي كيغلب، هادي بيني وبينكم يعني غير باش تسهلوا عليكم الحفاظه، يعني كان عندك اكسبونونسيال اكس سور اكس، كان جين دابا درت ليميت في ليكسبونونسيال في لانفيني غتعطيك بلس لانفيني، ولكن درت 1 سور اكس في لانفيني تعطيك زيرو، ولكن زيرو في لانفيني شكل غير محدد، ولكن ليكسبونسيال اكس هو اللي غيغلب ليا، يعني هو عطى بلوس لانفيني غادي يعطيني ديريكتومون بلوس لانفيني، مفهوم؟ رجعوا لها هي سوا اكس سوا اكس على بيسونس ان، ليميت في موان لانفيني ديال ليكسبونسيال اكس كتعطيني موان كتعطيني زيرو، والليميت في اكس في موان لانفيني كتعطيك موان لانفيني، يعني زيرو في لانفيني شكل غير محدد، ولكن ليكسبونسيال هي اللي غلبات ليا انا، يعني عطاتني زيرو، يعني داكشي علاش كيقول ليا ليكسبونسيال اكس هو اللي كياخد الليميت، مفهوم؟
ولكن خصو يحقق لي هذه الشرط الشباب، مفهوم؟ يعني خص تكون اكس مضروبه في الاكسبونسيال اكس اللي يعطيني زيرو، يعني حيتاش نورمالمون القوه ديال اكس مقارنه مع الاكسبونسيال ضعيفه بزاف، وتاع ان سور اكس ضعيفه بزاف مقارنه مع الاكس، مع الاكسبونسيال اكس، مفهوم؟ دونك حتى هنا الاكسبونسيال اكس كتمشي ليا زيرو عندما يؤول اكس الى موال انفيني. دونك هاد الاكس واخا كتمشي الى الانفيني راه الاكسبونسيال هو اللي غياخد القوه ديالو، مفهوم؟ هنا حتى هو يعني هاد الكونديسيون هادي حتى هي راه نقدروا نقولوا بان غير باش تحفظ غير باش تعقل لي، حيتاش نورمالمون في الزيرو كتعطيك واحد، واحد ناقص واحد يعطيك زيرو، سيو زيرو تعطيك شكل غير معدل، ولكن القوه يعني الليميت ديال الاكسبونسيال في الزيرو عطاتني واحد ديريكتومون كتبتها واحد، ولكن ماشي ديما، مفهوم الشباب؟ يعني خص غير في هاد الدوال بالضبط، غير في هاد النهايات بالضبط، مفهوم؟ في هاد النهايات بالضبط هادو اللي حسبنا حنا دابا هنا، هاد لي 3 ولا 5 ولا شحال بالضبط هما فاش كنستعمل هاد القضيه باش نعقل دغيا، باش نحفظ، باش ما ننساهاش، غير باش نسهل على راسي الحفاظه، مفهوم الشباب؟ ما عليناش دابا هاد ليميتات مهمين بزاف وغادي نستعملوهم في دي زيكزيرسيس وفي التمارين التطبيقيه، مفهوم؟ دونك ندوزو الدالة المشتقة ديال هاد الاكسبونونسيال اشتقاق او الدالة المشتقة المشتقة، المهم المشتقة، مفهوم الشباب؟ معليناش دابا كيف ما كنعرفو بأن الاكسبونونسيال اكس اكس هي الدالة العكسية ديال الالين، ياك اكسبونونسيال اكس دالة عكسية ديال ln دو اكس، مفهوم؟ وعرفنا من قبل الاشتقاق ديال الدالة العكسية اش كيعطيني، بون الدالة العكسية المشتقة ديال الدالة العكسية كيف ما كانت عندي اكس المشتقة ديال هاد الدالة هادي شنو كندير؟ كندير ان، شفناها من قبل راه كاين ديجا واحد الفيديو على هاد الدوال العكسية والمشتقة ديالها هي ان سيغ اف بريم ديال اف موان زان دو اكس، مفهوم؟ يعني الدالة العكسية المشتقة ديالها كتساوي المقلوب ديال اف بريم، كنرجع لاف ماشي اف بريم، اف يعني الدالة اللي قبل الدالة اللي عندي اللي هي اف، كندير الاشتقاق ديالها وكنعوض اف موان زان في الاكس، مفهوم؟ دونك عندي اف اش كتساوي ليا دابا غير غادي نجي نعوض وصافي، اف شنو هي؟ اللي هي ln دو اكس، اف بريم دو اكس اش كتساوي ليا؟ هي ان سوغ اكس، اف موان زان دو اكس شنو هي؟ هي ليكسبونونسيال اكس، مفهوم؟ هادشي اللي عندي، هاد الثلاثة اللي عندي انا هنايا في العلاقة هادي، اف موان زان دو اكس كيف ما قلنا ليا ليكسبونونسيال اكس، يعني عندي لها المشتقة وهاديك هي اللي بغيت، يعني بغيت انا الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال، دونك ها هي المشتقة ديال ليكسبونونسيال اش غادي تعطيني؟ كيف ما شفنا في العلاقة أنك تساوي أن سيغ إف بريم، شنا هي إف بريم؟ اللي هي أن سيغ إكس، يعني إف بريم يعني أن سيغ إكس، في حالة كان عندي إكس كندير إكس، دابا هنا عندي إف موان زان، وشنا هي إف موان زان؟ راه هي كيف ما عرفنا إكسبونونسيال إكس، دونك غندير واحد على إف موان زان، مفهوم؟ يعني إكسبونونسيال إكس، مفهوم الشباب؟ اللي كتساوي ليا اكسبونونسيال اكس، كنظن بانها ما واضحاش، دونك ناخذ هاد لابارتي هادي، هاد لابارتي اللي دخلانيه، يعني هي اف بريم ديال اش؟ ديال اف موان زان، اف موان زان شناهي؟ اكسبونونسيال اكس، لحد ساعة باينة، يعني اف بريم ديال اف موان زان اللي هي ليكسبونونسيال اكس، اف بريم شناهي عندي انا؟ هي ان سيغ اكس، و اكس انا عندي عبارة عن دالة هي ليكسبونسيال اكس، يعني غندير نعوض اف بريم هنايا، نعوض اكس باكسبونسيال اكس، فيما بان ليا اكس نعوضو باكسبونسيال، يعني عندي اف بريم كتساوي ان سيغ اكس، هنا عندي هو ليكسبونسيال اكس، مفهوم؟ دونك عندي اف بريم ديال ليكسبونسيال اللي هو هذا، يعني ان سيغ اكس، يعني في لابارتي ديال المقام غتكون ان سيغ اكسبونسيال اكس اللي هي هذه، مفهوم؟ يعني ان سيغ اكسبونسيال اكس، يعني المقلوب ديالها اللي غيساوي ليا ليكسبونسيال اكس، دونك الاشتقاق ديال الداله الاسيه النيبيريه المشتقه ديالها كتساوي ليا نفسها، مفهوم؟ في حاله الا كانت عندي
هنا عوض هاد اكس كانت عندي واحد دالة متغير اكس ولا ايغريك ولا كيف ما بغى يكون، يعني واحد او دي اكس، يعني كانت عندي واحد الاكسبونونسيال ديال او دو اكس. بغيت نحسب المشتقة ديالها، دونك خصني نبين بان هاد او قابلة للاشتقاق. دونك الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال او دي اكس اش كيساوي ليا؟ كنزل هاد الاكسبونونسيال كندير ليها المشتقة ديالها، كندير او بريم دو اكس فوا الاكسبونونسيال ديال اش ديال او دو اكس. مفهوم الشباب؟ هادي علاقة هي كتحفظ، مفهوم؟ ويمكن نديمونطريوها، يعني راه مركب دالتين. مفهوم؟ كيف ما كنعرفوا بان اف رونجي دو اكس المشتقة ديالها اللي هي جي بريم دو اكس فوا اف بريم دو جي دو اكس. مفهوم؟ هاد لا كونديسيون غادي نديرها هنا. اف شنو عندي هنا؟ اف هي ليكسبونسيال اكس، دونك سمحوا لي اكس اف دو اكس كتساوي لي اكسبونسيال اكس، و جي دو اكس كتساوي لي او دو اكس. مفهوم؟ يعني اف رونجي اللي هي ليكسبونسيال ديال او دو اكس، يعني اف رونجي اللي هي اكسبونسيال بحال هكا رون ديال جي دو اكس، جي لو تو ديال اكس. كيف ما قلنا بان كندير جي بريم مشتقة ديالها، شنو هي جي اللي هي او، يعني جي بريم اللي هي او بريم، دونك او بريم دو اكس فوا اف بريم دو جي، و اف بريم اللي هي ليكسبونونسيال، و ليكسبونونسيال المشتقة ديالو شفنا من قبل بان المشتقة هي نفسها، يعني يكفي انني نعوض بجي او بو، يعني نعوض ليكسبونونسيال ديال اش ديال او. مفهوم؟ اللي هي اكزاكتومون هذه اللي لقينا. مفهوم الشباب؟ دونك هذه هي هادو هما المشتقات الاعتياديين او المشتقات ديال الاكسبونونسيال، هادو هما الحالات اللي كتعطيونا. ناخذ مثال بسيط، مثال باش نحاول نطبقوه. كانت عندي الاكسبونونسيال ديال اكس كاري بلس الراسين دو اكس موانزا، قال لك سيدي حسب لي المشتقه ديال هاد الداله هادي. دونك شنو هي الداله المشتقه ديالها؟ كناخذ هاد او، هاد او هي هادي، دونك كيف ما عندنا في القاعده او في العلاقه اللي خدينا دابا، كندير المشتقه ديالها. شنو هي المشتقه ديالها؟ اللي هي دونك اكس كاري المشتقه ديالها هي 2 اكس بلس لو راسين دو اكس المشتقه ديالو شنو هو؟ هو 1 سور 2 راسين دو اكس موان زان الاشتقاق ديالو اللي هو 0. مفهوم الشباب؟ دونك انا عندي لها بلس 1 سور راسين دو اكس، مفهوم؟ مضروبه في الاكسبونونسيال ديال نفس الداله، كنعاود نكتبها. مفهوم؟ هادي عاوتاني راه خاصيه في شكل صراحه، يعني هادي اكسبونونسيال واحد الداله اللي عجيبه وغريبه. مفهوم؟ دونك من بعد غادي نشوفوا شي علاقات اللي صراحه اكسترا اوردينير، يعني كيف ما كان علاقته بلي سويت بلي سيري صراحه في شكل، يعني غادي من بعد غادي نبينوا ان ناخذ شي تمرين نبينوا فيه بان او كتساوي هي الليميت عندما يؤول ان الى بلس انفيني ديال 1 سور بلس 1 سور ان لو تو على بيسونس ان. هاد لا كونديسيون غنحاولوا نبينوها في شي تمرين. مفهوم؟ ان داك العدد او كيساوي لي هاد الليميت هادي. دونك علاقته بالالين، هاد ليكسبونونسيال عنده علاقه بالالين بطبيعه الحال، ياك؟ دونك في حاله نفترض انه عطوني في شي تمرين انني نحسب، انني عطوني ا على بيسونس اكس كتساوي ليا واحد بي. مفهوم؟ وكيف ما كنعرفوا ان الالين هو الداله العكسيه ديال ليكسبونونسيال، يعني الان ديال ليكسبونونسيال كيساوي لي هنا البويسونس، ياك؟ هنا البويسونس واحد، يعني غيساوي لي ديريكتومون واحد. مفهوم الشباب؟ يعني الان ديال ليكسبونونسيال ديال داك العدد بالضبط كيساوي على واحد، او ب او عموما نقدر نكتب على شكل الان اكسبونونسيال اكس اش كيساوي ليا اكس. مفهوم؟ حيتاش كنعرفوا بان الان ديال ا على بيسونس ان اش كيساوي ليا، كنزل ان مفهوم فوا الان اكس الان دو ا. مفهوم؟ دونك دخلت الان هنايا،
دخلت ln، يعني غيولي ln دو a على بيسونس x كيساوي ليا ln دو b. مفهوم؟ حيتاش كاين ليكيفالونس، ln دو a يساوي ln دو b كيساوي ln دو b، يكافي ان a يساوي b. يمكن لي نمشي في الطرفين بجوج. مفهوم؟ هاد لا كونديسيون هادي انت لاقا من هادي غتساوي ليا اللي هي x ln دو a كيساوي ليا ln دو b. مفهوم؟ دونك بغيت نجبد انا x كاش كيساوي ليا، عادي جدا، يعني x يساوي ln دو b سيغ ln دو a. مفهوم الشباب؟ بهاد لا كونديسيون هادي كنولي كنخدم بهاد الشيء هذا. مفهوم؟ دونك في حالة الا كانت عندي كمثال x على بيسونس x، بغيت كتساوي ليا واحد بي، اشنو غندير هنا؟ الا دخلت ln كيخرج ليا x، دونك الا دخلت ln على الطرفين كيخرج ليا x، يعني x على بيسونس x كيساوي ln دو بي. مفهوم؟ يكافي x ln دو x يساوي ln دو بي. مفهوم؟ دخلت ln خصني نعاود نخرجو، يعني دخلت ln خصني نخرج نعاود نخرج به. مفهوم؟ حيت خصني بحال ما درت والو، يعني خصني ندخل ln اكسبونونسيال او اكسبونونسيال ln. مفهوم؟ يعني غيولي اكسبونونسيال x ln دو x كيساوي ليا الاكسبونونسيال ديال ln دو بي. مفهوم؟ يكافي ان اكسبونونسيال x ln دو x كيساوي ليا اكزاكتومون بي. مفهوم؟ في حالة قال لك اسيدي احسب الليميت في الزيرو، الليميت في الزيرو بلس، هادي غير كملحوظة، يعني الليميت في الزيرو ديال اكس على بيسونس اكس عدد على بيسونس نفسه، يعني راه مجهول على بيسونس مجهول، يعني صراحة في شكل صعيب باش تجبدها، ولكن هاد الاكسبونونسيال الالان كيخرجوها ليا، يعني دخلت، يعني كيف ما كنعرف كيف ما توصلنا ان اكس على بيسونس اكس كيساوي ليا اكسبونونسيال اكس الان دو اكس، دونك يمكن لي نحسبها ليميت في الزيرو بليس ديالاش، نعوض اكسبونسيال، نعوض اكس على بيسونس اكس بهادي اللي هي اكسبونسيال اكس ln دو اكس. مفهوم الشباب؟ اللي كتساوي ليا اكزاكتومون اللي هي واحد. كيف ما كنعرفوا ان ليميت ديال ان في الزيرو، ليميت في الزيرو بليس ديال اكس ln دو اكس كيساوي ليا زيرو، يعني اكسبونسيال زيرو كيعطيني واحد. مفهوم؟ يعني دابا هاد القضية هادي راه شي راه نحاولوا نخدموه مزيان في تمارين باش نحاولوا نافونسيو شويه. مفهوم الشباب؟ نتمنى يكون الفيديو مفهوم، وغادي ندوزو تمارين ان شاء الله، وترقبوا تمارين جداد ان شاء الله، غادي نحاولوا نخدموهم باش نحاولوا نفهموا مزيان هاد ليكسبونسييل والالان والعلاقه بيناتهم وداكشي كامل. والسلام عليكم وبسلام عليكم.